اطمئن سأتعامل بموضوعية. ويضحك على الشعب العراقي أزاء ما يجري. تفضل. ويضحك على الشعب العراقي ويستهزئ من الشعب العراقي للأسف الشديد. لماذا أقول؟ لماذا أقول؟ من؟ لو ضيفك العزيز لو يتكلم بالحقائق لما كان الشعب العراقي ولا الشعب التركي وصل إلى هذه المصائب. لماذا؟ لأن كما أشرتم قبل قليل ما حصل للمعارضة الإيرانية، لو كانت العراق الجيش العراقي والدولة العراقية وعلى رأسها الإقليم ومسؤوليها وشعبها لو وقفوا بالمرصاد أمام هذا التوغل الإرهابي الذي كان منذ 20-30 سنة يدخل ويخرج كما يشاء، يأخذون البطاقات الشخصية العراقية، يتجولون كما يريدون، يبنون المدن، يعيشون في المخيمات، يعيشون في المدن العراقية كلها وببطاقات عراقية وبفلوس عراقية مدعومة من طرف العراق من الدولة العراقية وعلى الأخص الإقليم وعلى رأسها جماعة إقليم سليمانية وغيرهم. لما كان واحد PKK ولا إرهابي ولا حتى سيد باكير يدخل سيد باكير على داخل الأراضي العراقية. دعني أتوقف عند هذه النقطة لو سمحت. لماذا لا يستطيع؟ سيد باكير، لأن هناك حق وحقوق. سيد باكير، مثل بيقول أنت تشير ضربني وبكى سبقني واشتكى. سيد باكير، ضيفك العزيز يضرب ويشتكي. سيد يضرب باكير. ويشتكي سيد ويرى الحلول، يقول لماذا لا تجلس الحكومة التركية مع الإرهابيين؟ أنت لماذا تجلس معهم؟ أسألك، لماذا تجلس مع الإرهابيين؟ لماذا تستضيفهم في بيتك؟ لماذا تستضيفهم في قريتك؟ لماذا تعطيهم المال؟ لماذا تعطيهم السلاح؟ لماذا تسمح لهم بأن يقتلوا أولادك أقربائك؟ بطلب رسمي تركيا هي من جاءت بالبكك إلى العراق. سيد باكير، لماذا لا تمنعهم؟ حتى لا لو تمنعهم ليس جيش تركي ولا تركي يستطيع الدخول لو تمنعهم فقط. سيد باكير، لماذا لا تمنعهم حلا سياسيا وتقول تركيا هي التي تضع الحجج؟ اغلق على هذه الحجج كلها. سيد باكير، لا تسمح لإرهابي ولا تركي يدخل من حدودك. ماذا تقول تركيا سوف يدخل؟ سيد باكير هل تستطيع تدخل؟ ما هي دعني أسأل أرجوك، أي القوانين تسمح لها؟ ولكن إذا تستضيف الإرهابيين وتقول للجيش التركي تفضل وتقول لتركيا تفضل ومن ثم تتهم الأتراك لأنهم يأمرون ويقولون، ماذا يفعلون؟ يقولون لهم لو تسهدم لك وتنطع ميك البقلاوة فوق هذه. سيد باكير، قبل قليل بحاجة دكتور هاشم لو سمحت لخليل بس أسأل السيد باكير. سيد باكير، أتجاب قبل قليل. تضحك على الناس، تضحك على العراقيين، تضحك علينا. أنت يجب عليك أن تضحك لنفسك وليس للناس. سيد باكير، هذا مضحك للأسف الشديد. سيد باكير، قبل هذا التفسير، هذا مو تفسير أخلاقي أصلا. سيد باكير، تقول تركيا هي تزج بهؤلاء الناس ومن ثم تدخل وتقتل العراقي. سيد باكير، هذا كذب ونفاق. لو سمحت لي، هذا أكبر كذب ونفاق. سيد باكير، قبل قليل لا يحق لك أن تقول هذا. لا يحق لك، مواطنين عراقيين في قليل يجب عليك أن تكون مسؤولا على ما تقوله. سيد باكير، لك مسؤولية أمام الناس. سيد باكير، تتهم الناس لأنهم يدخلون ويقتلون وأنت تستقبلهم. متى كانت محاربة المعارضين؟ سيد باكير، أتجان قبل قليل أشرت